عسلامة، مرحبا بك في الفيديو هذه باش نفهموا شنو يصير بالضبط في الميكرو سيركيلاسيون في السبسيس. اول حاجه شنو هي الميكرو سيركيلاسيون؟ هما لي زارتيريول، لي كابيلير ولي فينول في السيركيلاسيون. باه مقبل هذايا باش نتذكروا فازا، هو انه النوتروفيل في الحاله بتاع السبسيس باش تكون سلافي نتاع دي سيتوكين انفلاماتوار كيما تي ان اف الفا، الانترلوكين ا، الانترلوكين 6، دي سيتوكين اخرين كيما الانترفيرون جاما، اللي هما باش يخليو النوتروفيل تصنع انزيم اللي هي نيترات اوكسيداز سانتاز اندكتيبل اللي هي تصنع المونوكسيد دازوت. كيف كيف النوتروفيل ان فوا ديتكتي انه فما بكتيري مثلا باستعمال البي ار ار اللي هو تايلر كاتر، نعرف انه تايلر كاتر يديتكتي البي اس اللي بوبولي ساكاريت اللي هي حاجه موجوده في ستركتور نتاع لي بكتيري جرام نيجاتيف الكل. ان فوا النوتروفيل ديتكتي الحاجه هذه كيف كيف باش تصنع نفس الانزيم وتصنع المونوكسيد دازوت. باه تو شنو هو الفين تاع المونوكسيد دازوت؟ اول حاجه المونوكسيد دازوت هو فازوديلاتاتور قوي. اون فيت نستعمل دويات في الفارماكولوجي اللي هما اون فيت يصنعوا المونوكسيد دازوت، مثلا النيتروغليسيرين اللي نستعملوها في الانجين دو بواتري هو دواء يسيب المونوكسيد دازوت، والمونوكسيد دازوت كيما نعرفوا هو فازوديلاتاتور قوي، وبالتالي باش يعمل فازوديلاتاسيون نتاع ليزالتير كورونير وهذيك الانجين دو بواتين باش تتنحى. هذه شنو هي الحكايه؟ بخلاف هذايا نعرفوا انه المونوكسيد دازوت نجمو نحولوه لحاجه ما اقوى اللي هي البيروكسينيتريت اللي هي عندها افي بكتيريسيد اقوى من المونوكسيد دازوت. اش معناتها بكتيريسيد؟ معناتها هي الدوماجي لبكتيري. اون فيت المونوكسيد دازوت وحده دوماجي لبكتيري، مي كيف البيروكسينيتريت نجم يدوماجي لبكتيري اكثر واكثر. به بخلاف هذايا النيتروفيل تصنع ديراديكو ليبر اخرين كيما البيروكسينيتريت. كي نقول ديراديكو ليبر معناتها حاجات توكسيك. به دونك وحده من الديراديكو ليبر هذيا هي الايون سوبر اوكسيد الاو 2 موا، هذم كلهم حاجات باش يحشوا ويفلقوا البكتيري. المشكله في الديراديكو ليبر هذوما هما انهم كيما يحشوا البكتيري ينجموا يحشوا السيلول نتاعنا، ينجموا يضروهم. ومن السيلول اللي باش يضروا هما لي جلوبول روج اللي اون فيت الممبران نتاعهم تنجم تضر. شنو هي المشكله في الحكايه هذه؟ المشكله انه نورمالمون في الحاله العاديه لي جلوبول روج يتعداو في لي كابيلير، والجلوبول روج هي اون فيت اكبر من التايه نتاع الكابيلير، وباش تتعدى في الكابيلير لازم الممبران نتاعها تتغفص وتعمل اون ديفورماسيون باش تنجم تتعدى وسط الكابيلير كما ترى في التصويره هذه. باه دونك باش نوريك فيديو على الشيء هذايا، دونك هوني ترى دي جلوبول روج يتعداو وسط دي كابيلير، وكما ترى لي جلوبول روج يتغفصوا ويتبدلوا في الفورما بتاعهم باش ينجموا يتعداو في وسط الكابيلير. المشكله ان فوا سير دوماج في ستركتور نتاع الممبران نتاع لي جلوبول روج هكما لي راديكو ليبر، هذيك الديفورماسيون ما عادش بوسيبل وما عادش ممكنه كوم الفو. دونك اللي باش يصير هو انه لي جلوبول روج باش يعملوا استاز باش يركحوا في لي كابيلير وباش يعملوا اوبستركسيون غادي، وهذه مشكله كبيره. زيد على هذايا نعرفوا انه في الحاله نتاع السبسيس انه عندنا سيندروم دو فويت كابيلير، معناتها ماء وبروتيين باش يخرج من الدم ويمشي للتسو. المشكله في الشيء هذايا هو انه اذا كان في الحاله العاديه نعرفوا انه 55% من الدم نتاعنا متكون من بلازما و45% من الدم نتاعنا متكون من دي سيلول، واغلبيه لي سيلول دي جلوبول روج اون فيت 45% سميها ايماتوكريت، فانه ان فوا يصير سيندروم دو فويت كابيلير باش نخسروا بلازما وبالتالي باش نخسروا الفوليمي توتال كما ترى هوني. هذه حاجه دونك الفوليمي بتاعي كما ترى بكل نقص، وزاد البورسونتاج نتاع البلازما نقص. دونك لاحظ ولا 35% هكا هو، بورتون البورسونتاج نتاع لي سيلول اللي كما قلت اغلبيتهم دي جلوبول روج تزاد ولا 65%. هذا اش معناتها؟ معناتها أن الدم نتاعي اغلبيته دي سيلول، وبالتالي المنظر نتاع انفيرسو سونغام باش يظهر كيما هكايا دي جلوبول روج اللي هما لاصقين بعضهم. زيد على هذايا انه لي جلوبول روج في حاله السبسيس ما هماش ديفورمابل، دونك هوني عندنا دو فاكتور، عندنا من جهه دي جلوبول روج اللي لاصقين بعضهم، ثاني حاجه ما ينجموش يديفورميو وسط الكابيلير، دونك فريمون باش يعملوا اوبستركسيون في الكابيلير. وديجا حكينا في الفيديو اللي فاتا في السي اي في دي انه لو فيت انه عندنا ستاز فاسكولير اللي هي تصير بالفويت كابيلير هذا اون فيت يفابوريزي سي اي في دي. زيد على هذايا فاكتور اخر، دونك لو فيت انه لي جلوبول روج ما يديفورميوش هذا يزيد في ستاز فاسكولير، دونك هذا اون فيت يعاون اكثر واكثر في السي اي في دي. باه دونك باش نمشيو توا نراو الميكرو سيركيلاسيون وباش نفهموها باش نستعمل الشيما هذايا. في الشيما هذايا اش عندي بالضبط؟ عندي هوني اون ارتيريول. باه
هوني عندي ديكابيلير هوني عندي فينيو. كما تلاحظ ديكابيلير هذا واحد هذا اثنين هذا ثلاثة وهذا أربعة وفيت هما يوصلوا الديبي صنقاء للي سيلولة متاعنا. اللي بش يصير في الحالة متاع السبسيس هو أنه نورمالمون الديبي اللي بش يدخل في الارتريول بش يطيح. علاش؟ على خاطر السبسيس هو أنيتا دو شوك. دوك هو أنفيت يتسمى نوعية متاع شوك يسمونها شوك ديستريبوتيف. إذا كان ما شفتش الفيديو متاع شوك ديستريبوتيف أرجع لها وشوفها على خاطر هذاك الفيديو يفهمك بالضبط شنو يصير في الشوك ديستريبوتيف في الماكرو سيركلاسيون أنفيت متاع الشوك ديستريبوتيف. به دوك اللي بش يصير هو أنه في الشوك الديبي بش ينقص. دوك نورمالمون الديبي بش ينقص، ولكن حتى ولو كان افترضنا انه هو عادي فانه فما مشاكل وحدهم وحدهم موجودين في الميكرو سيركيلاسيون. شنو هي المشاكل؟ دونك مثلا نعرفوا انه في السبسيس عندنا دينوتروفين اللي هما باش يميغريو للليتوسيو باش يدخلوا في الليتوسيو. دونك مثلا عندي هوني نوتروفيل اللي هي دخلت للليتوسيو وباش تبدا تسكريتي في المونوكسيد دازوت بالفيم تاع السيتوكين انفلاماتوار مثلا. دونك كيف هوني عندي نوتروفيل اخرى هوني عندي نوتروفيل اخرى، دونك كل ما ذوما سكريتيو المونوكسيد دازوت. ولكن الفاز سبيسيال في السبسيس هو انه النيوتروفيل ما يميغريوش دو فاسون اوموجين. فما بلايص يجوهم برشا النيوتروفيل وفما بلايص يجوهم شويه بركه النيوتروفيل. دونك مثلا هات نقولوا انه بحذا الكابيلير هذيا باش يجيو برشا النيوتروفيل وهوني عندنا شويه بركه كعبه اكاهو. دونك بويسكو الكابيلير هذيا بحذاه برشا النيوتروفيل اللي هما السكريتيو في برشا مونوكسيد دازوت، دونك اللي باش يصير هو انه الكابيلير هذايا باش يعمل اون بازو ديلاتاسيون قوية برشا كيما هكايا. وهذا علاش؟ على خاطر هوني عندي برشا مونوكسيد ازوت هوني عندي كعيبه 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 دونك فريمون مش برشا. به دونك شنو باش يصير في الدم؟ هو انه الدم ان فوا يلقى روحه في مفترق طرق عنده ثنيه هوني ضيقه ثنيه ضيقه ثنيه ضيقه باش يمشي في الثنيه الواسعه. هذا تو سامبلومون برينسيب نتاع ريزيستونس. نعرفوا انه ريزيستونس فاسكولير انفيرسمون بروبورسيونيل للديامتر، وبالتالي اي ديبي سونغا باش يمشي في الديامتر الواسع، وبالتالي ديبي سونغا باش يختار ان هو يمشي في الصنص هذايا. زيد على هذايا نعرفوا انه في السبسيس عندنا سي اي في دي. اش معناتها؟ عندنا دي كواغيلوم باش يصيروا في الكابيلير كيما هكايا. دونك عندي هوني كواغيلوم كواغيلوم واحد اخر، كيف نجم يكون عندي كابيلير واحد اخر اللي هو معبي بالجلوبول روج اللي هما نو ديفورمابل وبالتالي باش يعملوا اوبستركسيون غادي كيما هكايا. دونك عندي لي تروا كابيلير هذوما مطينين، واحد بكواغيلوم الثاني بكواغيلوم والثالث بار دي جلوبول روج اللي هما مي ديفورميوش وعاملين استاز غادي. به وعندي الكابيلير هذايا عامل بازو ديلاتاسيون كبيره، دونك اوتوماتيكمون الدم بكله بريسك باش يمشي في الكابيلير هذايا. به دونك هذه حاجه اون فيت نسموها شانت ارتيريو فينو. اش معناتها شانت ارتيريو فينو؟ معناتها عندك اون ارتيريول اللي هي مثلا باش يخرجوا منها 10 كابيلاروات، الكابيلار هذوما باش يوصلوا الديبي سونغا اللي سيلول نتاعنا، ولكن في وسط الكابيلار هذوما فما واحد بركه صاير فيه اون بازو ديلاتاسيون كبيره على خاطر بعده برشا دينتروفيل اللي سكريتيو المونوكسيد دازوت. الاخرين باقي لي كابيلير يا اما هما دي كابيلير صغار برشا في الديامتر نتاعهم على خاطر ما بحذاهمش برشا دينتروفيل سكريتيو مونوكسيد دازوت، يا هما اصلا دي كابيلير مطينين بار ان كواغولوم والا بار اون استاز نتاع دي جلوبول روج. دونك الكونكلوزيون هو انه الديبي كامل اللي هو سيبوزي يمشي في ديس كابيلير باش يمشي في كابيلير واحد، وهذا باش يخلي انه الديبي سونغا ما هوش باش يوصل للي سيلول نتاعنا. اذا كان هذه الارتيريول سيبوزي توصل الديبي سونغا اللي هو معبي بالاكسجين ل 100 سيلول، بالتالي كان 10 سيلولات باش يوصلهم الاكسجين و90 سيلول الباقين باش يعانيو من نقص الاكسجين. اون فيت اذا كان الديبي سونغا باش يجيني معبي بالاكسجين باش يرجع لي للبيول باش يرجع لي معبي بالاكسجين. علاش؟ على خاطر هالديبي هذايا اللي هو باش يجي معبي بالاكسجين سيبوزي يوصل ل 100 سيلول الاكسجين هذايا، ولكن 10 سيلولات اكهو هما اللي باش ياخذوا الاكسجين وما هماش اون فيت باش ياكلوا برشا اكسجين، وبالتالي باش يقعد الفاضل برشا في الليفر. دونك هذه هي شنو هي الفكره. به دونك اذا كانت تقيس البريسيون فينوز اون اكسجين عند واحد عنده سبسيس باش تلقاها طالعه بالباهي، واذا كانت تقيس الديفيرونس ما بين البريسيون ارتيريال اون اكسجين مو البريسيون فينوز اون اكسجين باش تلقاها طايحه. بيان ايفيدامون على خاطر البريسيون فينوز اون اكسجين طالعه. اون فيت خدمت فيديو على شيء هذايا قبل وين حكينا على ديفيرونس ارتيريو فينوز اون اكسجين في لي شوك كارديوجينيك وايبوفوليميك والسبسيس، وفهمت بالضبط وبالنوامر كيفاش الحكايه تصير بالباهي. دونك
هذه هي الحكاية متاع الشانت أرتريوبينو. والشانت أرتريوبينو كما قلت هي حاجة تعطل الأكسجيناسيون متاع الليتوسيوم تاعنا. بخلاف هذا يا رينا قبل أن فاكتور آخر اللي هو يعطل الأكسجيناسيون متاع الليتوسيوم تاعنا اللي هو هذاك الأدام اللي صاير بستاندروم دو فويت كابيلير. نذكرك أنه بستاندروم دو فويت كابيلير عندي ماء وبروتيين قاعد يخرج من الفيسو اللي هو أمبت باش يخلق طبقة متاع ماء اللي هي باش تفصل الفيسو من لي سيلول. ونعرفوا بالواد فيك انه الديفوزيون تاع غاز باش تنقص نفوا عندي ابيسور كبير ما بين الفيسو ولي سيلول وبالتالي الاكسجين ماهوش باش يوصل لي سيلول. اكثر من هكايا فما هيبوتيز تقول انه في السبسيس عندي ان ديسفونكسيونمون ميتوكوندريال معناتها الميتوكوندري ما تخدمش كما الفو. باه كان تعرف الميتوكوندري هي المعمل نتاع الطاقه نتاع السيلول اللي هي اون فيت تستهلك الاكسجين وتصنع لنا ATP. اذا كان عندي ميتوكوندريا ما تخدمش معناتها ما هيش باش تستهلك الاكسجين وما هيش باش تنتج الATP. وبالتالي اذا كان ما تستعملش الاكسجين الاكسجين هذاك باش يقعد ملوح ما هيش باش تصير لوتيليزاسيون نتاعو. وبالتالي البريسيون فينوس اون اكسجين اللي هو الفاضل نتاع الاكسجين اللي يستهلكه لي سيلول باش يكون طالع. اخر حاجه شنو هي لامبورطونس نتاع كلامي هذايا الكل في الشوك برشا من لي تريتمون اون فيت نستعملوهم باش نصلحوا الماكروسيركيلاسيون باش نرجعوا التونسيون ارتيريال عاديه. ولكن حتى ولو كان واحد عنده سيبسيس ورجعت له البريسيون ارتيريال عاديه فانه ينجم يقعد وليتوسيوم تاعو يسوفريو من نقص اكسجين وانت تقعد حاير علاش السيد هذايا مازال يعاني وانا صلحت له البريسيون تاعو. تو سامبلومون على خاطر في الميكروسيركيلاسيون تاعو عنده مشاكل، عنده هذاك الشانت ارتيريوفينو، عنده ديكابيلير المنطيرين، عنده مشكلة نتاع ديفوزيون نتاع اكسجين. هذا كلهم يخلي انه الاكسجين ما يوصلش للتسيو حتى ولو كان التونسيون ارتيريال على العال امورها فسفس. وهذه هي الحكاية وهذه فيديو اليوم ان شاء الله يكون عاونتك.